أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. حلقة اليوم بعنوان الأحماض النووية الريبوزية وتخليق البروتين. في بداية الحلقة بنرحب بالأستاذة أمل منير، خبير الأحياء بوزارة التربية والتعليم. أهلا أستاذة أمل. أهلا بك أستاذ. عندنا مشكلة في البداية، المسميات. يعني الولد او الطالب بيسمع حمض نووي ريبوزي، ويسمع حمض نووي ديوكسيريبوزي، ويسمع حمض نووي منقوص الاكسجين، وبيسمع كلمه عامه احماض نوويه. فلو حبينا نفك له اللغز، ما المقصود بالاحماض النوويه؟ الاحماض النوويه المقصود بيها الدي ان ايه والار ان ايه، الاثنين احماض نوويه. بالظبط كده. طب لما يقول احماض نوويه ريبوزيه، يبقى هنا خصصت الكلام على الار ان ايه فقط، لان نوع السكر فيه سكر ريبوز، يبقى انا بتكلم عن ار ان ايه. طيب ليه بقى قلت احماض نوويه ريبوزيه مع ان اللي جاي مش هقوله بلغه الجمع، هقوله بلغه المفرد؟ حمض نووي ديوكسيريبوز وبيساوي حمض نووي منقوص الاكسجين، الاثنين يمثلوا من؟ حمض نووي ديوكسيريبوز، يبقى انا بتكلم عن الدي ان ايه، لان نوع السكر الداخل في تكوين النيوكليوتيد ده هو سكر ديوكسيريبوز، وده معناه منقوص الاكسجين. يعني لو عديت ذرات الاكسجين في نيوكليوتيد الدي ان ايه واخرى نظيره ليها ار ان ايه، هلاقي في الدي ان ايه ناقص اكسجين، فده اسمه منقوص الاكسجين، ونوع السكر ديوكسي ريبوز دي ان ايه. تمام. ليه بقى في الدي ان ايه ذكرت مفرد وقلت حمض، بينما لما جيت عند الار ان ايه قلت احماض؟ تمام. بلغه الجمع ده معناه ان الدي ان ايه هو حمض واحد، نوع واحد، من نوع واحد لدى جميع انواع الكائنات الحيه. بالظبط. محدش يتعالى على حد من الكائنات الحيه، كلنا من البكتيريا للانسان نملك ماده وراثيه دي ان ايه لولب مزدوج له نفس التركيب وهو من نوع واحد. لكن لما جيت اتكلم على الاحماض النوويه الريبوزيه اتكلمت بلغه الجمع لانها ليست نوعا واحدا. واحد. عندنا ثلاث انواع من الاحماض النوويه الريبوزيه، في نوع هنطلق عليه ام ار ان اي او الار ان اي الرسول، في نوع هنسميه الار ار ان اي وده الريبوسومي هيكون الريبوسوم، وفي نوع اسمه التي ار ان اي اللي هو الناقل. يبقى ثلاث انواع. بالظبط. ريبوز اخده الطالب في اولى ثانوي، نوع من انواع السكريات البسيطه بيدخل في تركيبه خمس ذرات كربون، ولان كان عنده قانون في بينظم الصيغه البنائيه والجزيئيه لهذه الجزيئات، كان لما يبقى عندي خمس ذرات كربون لازم يكون عندي 10 ذرات هيدروجين، ولازم يكون عندي خمس ذرات اكسجين. تمام. زي ما حضرتك اشرت في واحد الى اثنين، من قبل يعني. واحد الى اثنين الى واحد. بالظبط كده. ده لما يبقى ايه؟ ده لما يبقى ريبوز. طب لما يبقى ديوكسي ريبوز هل هيتغير عدد ذرات الكربون؟ الاجابه لا، ستظل خمس ذرات كربون. ولا الهيدروجين؟ هل هيتغير عدد ذرات الهيدروجين؟ هيفضل 10. مين اللي هيتغير هنا؟ الاكسجين بقى. وبالتالي هيبقوا اربع ذرات اكسجين. اذا لو انا حطيت الصيغتين قدام بعضهم كده ساكتشف ان الريبوز والديوكسيريبوز يتساويان في عدد ذرات الكربون، يتساويان في عدد ذرات الهيدروجين، ويختلفان في عدد ذرات الاكسجين، فيقل الديوكسيريبوز ذرة أكسجين عن الأخر. الريبوز. تمام. طيب الجزء الأولاني من الفصل متعلق بمفهوم كلمة البروتين، ولازم الطالب فاهم أن جسمه كوكتيل من البروتينات. ما في بروتين شكل البروتين الآخر. لو حبيت أقول أو أصنف البروتينات اللي في جسم الإنسان أو أي كائن حي، هنصنفها لكام نوع من البروتينات؟ هنصنفها لنوعين من انواع البروتينات. في بروتينات هطلق عليها بروتينات تركيبيه، واخرى هسميها بروتينات تنظيميه. وخليك دقيق في كلامك، لان احنا خدنا قبل كده ان في بروتينات غير هيستونيه تركيبيه وغير هيستونيه تنظيميه، تفرق كتير بين المعنيين. البروتينات الاولى او النوع الاول اللي احنا اطلقنا عليه بروتينات تركيبيه، من اسمها ده عباره عن بروتين بيدخل في جسم الكائن الحي. وانت خدت في الباب الاولاني الاكتين والميوسين بيدخل في تكوين العضلات، وهناخد ان الكولاجين بيدخل في تكوين الانسجه الضامه، والكرياتين بيدخل في الانسجه الغطائيه. يبقى دي كلها
موجودة في تراكيب في أجسام الكائنات الحية، فأطلق عليها بروتينات تركيبية. علشان بتدخل في زي ما حضرتك اشرتي في تراكيب اعضاء الجسم المختلفه. بالظبط. طيب النوع الاخر من البروتينات اللي بينظم العمليات الحيويه اللي بتتم داخل جسم الكائن الحي، فسموها بروتينات تنظيمية. تنظيميه. ايه هي الامثله اللي ممكن نقدمها للطالب تحت مسمى بروتينات تنظيميه؟ عندنا 3 أمثلة برضو للبروتينات التنظيمية. على سبيل المثال الأكسون المضاد، حاجة معانا في المنهج واتكلمنا عنها في المناعة، كنا بنعرف بإيه الأكسون المضادة أو بنطلق عليها إيه، جلوبيولينات مناعية. وفي الوقت ده أستاذنا أستاذ حسن أصر وقال لك الجلوبيولين ده نوع من أنواع البروتين يسبح في بلازما الدم، يبقى بروتين. أجسام مضادة كانت بتعمل إيه؟ ده جهازك الدفاعي، مش هنرجع للجزئية دي تاني، لكن بيمنعك أو بيحاول إن هو يقي جسمك من أي غزو لأي ميكروب أو فيروس، يبقى دي الأجسام المضادة. طب ما أنا عندي الإنزيمات، وأنت درست في الصف الثاني الثانوي الإنزيمات، وعارف إن الإنزيمات بتنظم عمليات حيوية في جسم الكائن الحي، وخاصة إنزيمات الهضم، لأن إنزيم الهضم بينظم درجة حرارة التفاعل، أو بمعنى تاني التفاعل اللي المفروض يتم في درجات حرارة عالية، ده بيتم في درجة حرارة جسمك 37 درجة مئوية. الفضل بيرجع لمين؟ بيرجع للإنزيم. وجميع الانزيمات بروتينات، وانت خدت انزيمات في السنه دي برضو في منهجنا لما اتكلمت عن انزيم ديوكسي رايبو نيوكليز مثلا، واتكلمنا عن انزيمات برضو كتير. عندي حاجه تانية، عندي الهرمونات، وخدنا باب كامل بيتكلم عن التنسيق الهرموني. الهرمون ده كان بيعمل ايه؟ مش كان بينظم لك برضو حاجات مهمه جدا في جسمك؟ الهرمونات ديت طبعا احنا عارفين ان اغلبها بروتينات، ما قلتش عممت، لان انا في الانزيم جميع الانزيمات بروتينات، ولكن الهرمونات لا اغلبها، لان انا عارف ان في استرويدات بتنتج من قشره الغده الكظريه، وبرضه انت عرفت ان الهرمون ده كان له علاقه كبيره جدا او اهميه كبيره جدا، مؤثر برضه في جسمك، سواء كان تاثيره داخلي يعني زي هرمون التستوستيرون اللي اظهر عليك صفات خارجيه، او استروجين وبروجسترون، او اثر تاثير داخلي، تاثير طبعا اللي مثلا السيروكسين اللي كان بيعمل مثلا عمليات الايض العام او الايض الاساسي وهكذا. يبقى برضو نظموا لك عمليات وتفاعلات حيويه بتتم في جسمك، من هنا اطلقوا عليها التنظيميه. يبقى استجابه الجسم بالهرمونات بتكون للمؤثرات، يعني لازم يكون في مؤثر، وصنفت المؤثرات الى نوعين، مؤثرات خارجية بتتأثر بيها، مؤثرات داخلية بتتأثر بيها. دور الهرمونات تهيئ الجسم ويستجيب لهذا المؤثر. فلما اجي اقول مثلا مؤثر خارجي، لو شفت فار، لو شفت اسد، الاسد ده بالنسبة لي مؤثر ايه؟ خارجي. مؤثر خارجي. استجابة الجسم لهذا المؤثر الخارجي مين السبب فيها؟ هرمون الادرينالين. اذا المؤثرات الخارجية هنا هي مؤثرات من الخارج، ولكنها يستقبلها الجسم، ويبتدي الجسم يفرز الهرمونات عشان يهيئ الجسم او يستجيب الجسم لهذا المؤثر. ده اسمه مؤثر ايه؟ مؤثر خارجي. طب مؤثر داخلي زي ايه كده مثلا؟ ايه نوع المؤثرات الداخليه؟ لما اقول لك ارتفاع نسبه السكر في الدم، هو ارتفاع نسبه السكر ده مش مؤثر؟ مؤثر داخلي ولا خارجي؟ لا داخلي. طب لما يرتفع نسبه السكر في الدم ايه اللي ممكن يحصل كاستجابة عشان يهيئ الجسم هنا؟ يبقى هيزداد افراز هرمون الانسولين، والعكس صحيح لو انخفض نسبة السكر. اذا الانسان يقع تحت نوعين من المؤثرات، خارجية وداخلية. دور الهرمونات انه ينظم درجة الاستجابة بتاعت الجسم لهذه المؤثرات، سواء كان مؤثر خارجي او مؤثر داخلي. ده هي فكرة العمل الهرمونات، وفكرة عمل الإنزيمات، وفكرة عمل أجسام المضادة اللي بتبتدي تقوم بدورها إمتى؟ بتقوم بدورها لما يدخل الجسم ميكروب ويخترق خط الدفاع الأول ويخترق خط الدفاع الثاني ويصبح الميكروب في الدم، هنا تبتدي دور الأجسام المضادة. عشان كده مش كل البروتينات تركيبية ومش كل البروتينات تنظيمية، لكن مهم جدا أبقى عارف الفروق ما بينهم. البروتين بيدخل في تركيبه كام نوع من الأحماض الأمينية؟ احنا عندنا 20 نوع من الأحماض الأمينية، وخلي بالك البروتينية، لأن احنا درسنا في المناعة ان كان عندي حمضين أمينيين ما هماش بروتينات او ما بيدخلوش في تكوين البروتينات، خدناهم في المناعة كنفنين والسيفالوسبورين. يعني هنا بتكلم عن الأحماض الأمينية التي تدخل في تكوين البروتين، ودول عددهم 20 حمض أميني،
كلهم لهم وحده واحده في البناء او شكل واحد في البناء اللي هو الحمض الاميني، باستثناء ان في واحد طبعا في عندي الحمض الاميني في ذره كربون وسطيه مجموعه الكربوكسيل مجموعه الامين، عندي هيدروجين، عندي مجموعه الالكايل، باستثناء حمض واحد هيستبدل فيه الار او الالكايل بالاتش وهو جلايسين. بالظبط كده. يبقى عندنا الحمض الاميني هو وحده بناء البروتين. تمام. وفي صيغه عامه استاذ امل هتعملها لنا اسمها الصيغه العامه للاحماض الامينيه ال 19، وسموها احماض امينيه وايضا سموها احماض قاعديه، واكيد هيبقى عارفين ليه السبب. ايه هي المكون الاساسي للحمض الاميني؟ ايه هي المجموعات اللي بتشارك في تكوين الحمض الاميني يا استاذ امل؟ الحمض الاميني بيتكون من معانا ذره كربون وسطيه، واكيد انت راجل دارس كيمياء وعارف انها رباعيه التكافؤ، عندي مجموعه هسميها مجموعه الكربوكسيل ودي مجموعه حامضيه، وعندي مجموعه اسمها مجموعه الامين ودي مجموعه قاعديه، وعندي ذره هيدروجين وعندي مجموعه الالكايل. بقول مجموعه لان دي عباره عن مجموعه من المركبات العضويه، يعني مثلا انت اكيد دارس ان الالكايل الكان منزوع منه ذره هيدروجين، يعني الالكايل ميثايل ايثايل بروبايل وهكذا. طب احنا ليه بنقول على الحته دي؟ علشان لما اقول ليه الاحماض الامينيه بتختلف عن بعضها البعض ابقى عارف ان سبب الاختلاف هو اختلافها في مجموعه الايه؟ الالكايل. مثلا لو انا عندي ميثايل ده حمض اميني، لو عندي ايثايل ده حمض اميني اخر، وهكذا بيختلف النوع بتاع الحمض الاميني طبعا لنوع الالكايل. ليه سموها احماض قاعدية؟ أصلها بتتميز بمجموعة الكربوكسيل الحامضية ومجموعة الأمين القاعدية، وأنت أكيد عارف طبعا إن هو لو اتحط مع حمض بيتعامل على أساس إن هو قاعدة بمجموعة الأمين، ولو تفاعل مع قلوي بيتفاعل كأنه حمض، عشان كده قالوا عليها أحماض قاعدية عندها مجموعتان وظيفيتان. دي الصيغة البنائية بتاعة 19 حمض أميني. تمام. إيه الفرق بينهم وبين حمض الأميني الجلايسين؟ الحمض ده لو انا استبدلت الالكايل بالهيدروجين نفس التركيب هو، بس بدل اتش بدل الار الاتش، ده هيكون الحمض اللي اسمه الجلايسين، بيستبدل مجموعه الار بالاتش. هناك صيغتان للاحماض الامينيه، صيغه خاصه وصيغه عامه. الصيغه الخاصه خاصه بالجلايسين، والصيغه العامه خاصه بال 19 نوع من الاحماض الامينيه اللي بتشارك في تكوين البروتين. كيف تنشأ أو ترتبط الأحماض الأمينية ببعضها؟ عشان يحصل ارتباط بين الأحماض الأمينية وبعضها، وإحنا كنا لسه كاتبين أو رسمين الشكل بتاع الحمض الأميني، لو لاحظت بقى كنظرة كيميائية إن هو مش ممكن هيحصل ارتباط بين الاتنين. ليه؟ المركب ده العضو ده متشبع، فمش هيحصل بينهم ارتباط أبدا لو أنا وضعت حمضين أمينيين قصاد بعض. لكن علشان أقدر أعمل الارتباط ده انا احط حمضين امينيين جنب بعض واشوف ايه ممكن الارتباط هيتم بينهم ازاي. انا المره دي هغير شويه في التركيب، هقول سي، هقول هنا او او اتش، طبعا مع احتفاظي بالاتش وبالار وبمجموعه الامين لو انا افترضت ده نوع من انواع الاحماض الامينيه، وادي حمض اميني اخر احط هنا الان وهنا اتش وهنا اتش، ادي مجموعه الامين، وكذلك برضو باقي التركيب بتاع الحمض الاميني. علشان اعمل الرابطه دي بين الاثنين حمض اميني بالوضع الطبيعي مش هيتم. طب اعمل ايه؟ هبدا انزع ذره هيدروجين من مجموعه الامين، هنزع مجموعه الهيدروكسيد او الاو اتش من مجموعه الكربوكسيل، يعني انا جمعت كده جزيء ميه H2O. لو انا اعتبر دول خلاص مش موجودين، ده خلاص مش موجود، هنا ينفع يحصل بينهم رابطه وتنشأ بينهما رابطة هتسمى رابطة بيبتيدية بين الحمضين الأمينيين نتيجة تفاعل هطلق عليه تفاعل نازع للمية، وده تفاعل بيحصل طبعا لما نوصل له في موقع أو في الريبوسوم في تحت وحدة الريبوسوم الكبرى، نتيجة نزع جزيء المية بيتم نزع ذرة هيدروجين من مجموعة الأمين، مجموعة الهيدروكسيد من مجموعة الكربوكسيل، وتنشأ الرابطة البيبتيدية. أنا كده عملت إيه أو كونت إيه؟ كونت مركب هسميه ثنائي الببتيد او ثنائي الببتايد، والثنائي حط واحد كمان يبقى ثلاثي يبقى سلاسل وهكذا، انا كونت السلسله او كونت اول مركباتي. يبقى لو قلت الحمضين الامينيين ونزعت منهم جزيء ميه هيتحول الى مركب جديد معقد عن المركب السابق ليه، ومعناها ان المركب الجديد ينقص عن الحمضين الامينيين ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين اللي هو جزيء الميه، فسمينا التفاعل تفاعل نازع للميه. وزي ما حضرتك اشرتي ان في انزيم
هيقوم بهذا العمل في إتمام هذا التفاعل، وينشأ عن ذلك رابطة سميت بالرابطة البيبتيدية. فإذا اقتصرت السلسلة على حمضين أمينيين فقط، معناها أن أنا أمام مركب بسيط اسمه ثنائي البيبتايد، وهذا نادر الوجود. لكن الطبيعي أن ترتبط الأحماض الأمينية ببعضها مكونة سلسلة من عديد البيبتايد. هل البروتين عبارة عن سلسلة واحدة، ولا هناك بروتين بيكون من عدد من السلاسل؟ سلسلة وسلسلة وسلسلة. بالضبط. كيف ترتبط السلاسل ببعضها؟ هترتبط بروابط هيدروجينية المرة دي. يبقى الأحماض الأمينية ارتبطت ببعضها بروابط بيبتيدية، بينما ارتبطت السلاسل ببعضها بروابط هيدروجينية. والروابط الهيدروجينية هي التي تعطي شكل للفراغ، شكل فراغي لجزيء البروتين. يبقى جزيء البروتين الشكل الفراغي بتاعه مش سببه السلاسل عدد البيبتايد، أو مش سببه الروابط البيبتيدية، ولكن الزوايا اللي بتصنعها الروابط الهيدروجينية بين السلاسل وبعضها بتعطي شكل في الفراغ. عشان كده بنقول البروتين له جزيء، له شكل في الفراغ. السلسلة اللي اتكونت هنا كلها بترتبط بعضها بروابط بيبتيدية، وبعدين السلاسل بترتبط بعضها بروابط هيدروجينية عشان يتكون لي جزيء بروتين. ايه هي النقاط اللي ممكن يختلف فيها جزيء البروتين عن جزيء بروتين اخر، عن جزيء بروتين ثالث، عن الاف، مش عايز اقول ملايين، من جزيئات البروتينات المختلفة؟ ما سبب هذا الاختلاف؟ ممكن يكون سبب الاختلاف اكتر من حاجة. على سبيل المثال، لو انا مسكت السلسلة دي او البوليمر الاولاني اللي اتكون عندي السلسلة البيبتيدية دي، ممكن تختلف في ايه؟ ممكن تختلف في اعداد وفي انواع وفي ترتيب في الاحماض الامينية. هتستخدم كم نوع؟ طب هترتبهم ازاي؟ طب هتضع الاعداد دي ازاي؟ هي سلسلة طويلة ام سلسلة قصيرة؟ يبقى اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامينية المكونة للسلاسل البيبتيدية او المكونة للبوليمرات. طب ما انا ممكن تختلف في حاجة تانية، زي ايه؟ هذا البروتين هيتكون من ايه؟ هل سلسلة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اكتر؟ كم عدد السلاسل البيبتيدية او البوليمرات التي تكون هذا البروتين؟ ادي حاجة تانية او سبب تاني. ممكن يكون السبب التالت برضو نتيجة اختلاف الرابطة الهيدروجينية اللي اعطتني الشكل الفراغي. زي ما استاذنا قال، ممكن يكون الزوايا اللي كونتها الروابط الهيدروجينية دي هتدي الشكل الفراغي. هل الشكل الفراغي ده هيكون ثابت في جميع انواع البروتينات؟ اكيد لا. ادي حاجه ثالثه. ولو انا رجعت بقى كده وربطنا الابواب ببعضها، قلنا حاجه شبيهه بكده فين؟ لما جينا نتكلم عن الجسم المضاد وموقع الارتباط بالانتيجين، قلنا ايه ساعتها؟ ده المكان ده لازم يختلف من جسم مضاد الى اخر. ليه؟ عشان يقدر يختلف طبعا لشكل اختلاف الانتيجين اللي موجود على الجسم الغريب ده، وبالتالي يحصل بينهم الارتباط. وقلنا لنفس الاسباب. يبقى نلخصها تاني في ثلاث كلمات: لاختلافها في أعداد أنواع وترتيب الأحماض الأمينية، اختلافها في عدد البوليمرات المكونة للبروتين، اختلافها في الروابط الهيدروجينية اللي تعطي للبروتين شكله الخاص. عشان كده عندنا عدد لا نهائي زي ما بيقولوا من أنواع البروتينات المختلفة، وسبب الاختلاف رغم أن كلهم بيدخل فيهم عدد محدد من الأحماض الأمينية، وهي لا تزيد عن 20 نوع، لأن ما يزيد هي ليست أحماض أمينية بروتينية زي ما أنت حضرتك أشرتي قبل كده. ننتقل من جزئية البروتين وتركيبه وأنواعه إلى جزئية أخرى، وهي الأحماض النووية الريبوزية. واتفقنا أن الأحماد النووية الريبوزية يقصد بها الـ RNA، واستخدام لغة الجمع لأنهم أكتر من نوع، هم ثلاث أنواع. لو حبيت أقول مما يتكون الـ RNA، وهل هو يمكن أن يطلق عليه لولب مزدوج، ولا هو له مسمى آخر، وما هي وحدة بناء؟ وحدة بناء برضو الـ RNA نفس الكلام، شبيهة جدا بالـ DNA، هي نيوكليوتيدة، بس اتفقنا ان نوع السكر عندي اختلف. علشان كده ساعات بيطلقوا عليها، يا اما يقول نيوكليوتيدة الـ RNA، يا اما يقول الريبونيوكليوتيدة. يبقى انا فهمت ان انا بتكلم عن الـ RNA. التركيب بتاع النيوكليوتيدا نفس اللي احنا رسمناه قبل كده، ونفس اللي احنا عارفينه، السكر الخماسي بس سكر ريبوز، وبرده معايا مجموعه فوسفات، وبرده قاعده نيتروجينيه. اكيد الفوسفات مع ذره الكربون رقم 5، والقاعده مع ذره الكربون رقم 1، اذا ما اختلفش. امال ايه وجه الاختلاف؟ الاختلاف فيه اولا نوع القاعده اللي ترتبط. لو احنا شفنا المقارنه بينها وبين الدي ان ايه، هنلاقي فيه قواعد موجوده عندي هنا وموجوده عندي هنا، ولكن الدي ان ايه بيتميز ان هو عنده قاعده الثيامين.
لكن الار ان ايه عنده قاعده اليوراسيل، ادي اول اختلاف. لكن الجوانين معانا والسيتوزين معانا والباقي القواعد معانا، ادينين والجوانين والسيتوزين، لكن عندي يوراسيل، ادي اول اختلاف. تاني اختلاف، دايما الار ان ايه ما ينفعش يكون لولب مزدوج، هو شريط. الار ان ايه شريط مفرد. في بعض انواع ممكن يحصل تزاوجات في مناطق معينه وهنوصل لها، لكن هو عباره عن شريط مفرد. ادي اختلاف تاني. دي ان ايه دايما جوه النواه وبس، لكن الار ان ايه بينسخ جوه النواه ويخرج من خلال ثقوب النواه للسيتوبلازم. انا ممكن اشوفه في النواه والغالبيه بشوفه في السيتوبلازم، ادي حاجه تانيه. وبرده وضحنا من شويه ان الار ان ايه ده عندي منه ثلاث انواع، ده عندي الرسول وعندي الناقل وعندي الريبوسومي، بينما الدي ان ايه كان منه نوع واحد فقط. يبقى دي الاختلافات بين الاثنين. يبقى مقارنه، ممكن اقارن بين دي ان ايه والار ان ايه، او ممكن اقارن بين نيكلوتيد الدي ان ايه ونيكلوتيد الار ان ايه. بعض الكتب ممكن تسمي نيكلوتيد الار ان ايه باسم اخر بيسموه رايبو نيكلوتيد عشان يميزوا ما بين نيكلوتيد الدي ان ايه. دي التركيب والمقارنه ما بين الدي ان ايه والار ان ايه. طب لو ابتدينا باول نوع من انواع الار ان ايه واطلقنا عليه اسم الار ان ايه الرسول او ام ار ان ايه، الار ان ايه ده من اين ينسخ؟ الار ان ايه او الام ار ان ايه، اي نوع من انواع الار ان ايه بينسخ من جينات خاصه على الدي ان ايه، يبقى انا هنسخه من الدي ان ايه. بس منين؟ من الدي ان ايه. ما انا عارف ان الدي ان ايه عباره عن شريطين، يا ترى من موجود في الشريطين الجينات دي؟ لا، دايما نسخ الار ان ايه والام ار ان ايه خصيصا بيكون من احد الشريطين، هيكون من احد الشريطين. البعض يقول طب امشي 3 5 ولا امشي 5 3؟ طب ايه، خلي بالك ان دي احماض نوويه بتسبح في السيتوبلازم، قد يكون هذا الحمض النووي المفرد في وضع افقي، في وضع راسي، في اي وضع، مش مهم عندي هنسخ منين. الموضوع مش موضوع ان انا هنسخ منين، لكن انا هركز في ايه. اولا بيتم النسخ من احد الشريطين، ادي حاجه. هعرف الشريط ده منين؟ دايما بيبدا النسخ من جهه الطرف 3. طب ليه 3 بقى؟ راسي افقي مش مشكلتي 3؟ اشمعنى 3؟ لان انت درست في عملية التضاعف وعملية النسخ الى حد ما تشبه في بعض اجزائها التضاعف، لكن في اختلاف طبعا هنرجع له حالا. لازم ابدأ انسخ من ناحية طرف 3، ان انا عارف ان انزيم بالمرة، وفي هنا انزيم خاص اسمه انزيم بالمرة الـ mRNA، لو انا في الحقيقيات بيكون اتجاهه من 5 لـ3، يعني يصلح لبناء القالب او لنسخ بقى القالب 3-5. يبقى انا اروح عند الطرف 3. طب ما انا عندي طرفين، اروح من انا شريط فيهم؟ دور على المحفز. في تتابع من النيوكليوتيدات هسميه المحفز، التتابع ده اللي هبدا انسخ من وراه. يبقى اروح عن طرف 3 المحفز موجود؟ لا مش موجود. روح عند 3 الثاني المحفز موجود؟ ابدا انسخ. يبقى لازم يكون احد الشريطين، ولازم الشريط ده يكون فيه المحفز. معايا شيماء من مينيا. شيماء ازاي؟ حسن. ربنا يخليك، الصوت عندك كده مش مظبوط قوي. قولي لي السؤال. بيقول لي اختر الاسم الصحيحة. اختر. ايوه شيماء. عندما يهاجم الجسم ميكروب. عندما يهاجم الجسم ميكروب. فإن المناعية الأكثر سجلا. فإن الاستجابة المناعية ايه؟ الأكثر سجلا. لا الصوت مش حلو. الأكثر سجلا. الأكثر قبولا. قبولا. والتي تحدث. والتي تحدث في الميكروب. والتي تحدث فور دخول الميكروب. عند دخول الميكروب. فور دخول الميكروب. لا الصوت مش كويس، وانا مش سامع الكلمات بتاعتك يا شيماء. ممكن لو الصوت مش كويس ممكن تتصلي بيا كمان شويه. تمام، اشكرك يا شيماء على اتصالك، لان واضح ان احنا مش هنقدر نسمع السؤال بشكل جيد، وانا احب دايما اسمع السؤال عشان تبقى الاجابه مفيده بالنسبه لنا. نرجع للار ان ايه الرسول. زي ما استاذه امل كده، بينسخ من احد شريطي الدي ان ايه وليس من كلاهما. عشان كده فين في جمله استاذه امل جات لهم ثانويه عامه من قبل، قال لهم من الناحيه النظريه يمكن ان ينسخ الار ان ايه، يمكن ان ينسخ الار ان ايه من كلا الشريطين، ده من الناحيه النظريه. ولكن من الناحيه العمليه ينسخ الار ان ايه الرسول من احد شريطي الدي ان ايه وليس من كلاهما. هو ممكن يتصادم النظري مع الفعلي؟ ايوه كتير. النظري ده الكلام ده على الورق. ليه نظريا ينفع؟
لأن كل شريط منهما يتكون من نيكلوتيدات يمكن نسخها. ده في A و T و G و C والتاني برضو في A و T و G و C، ده يمكن نسخ وده يمكن نسخ. يبقى على الورق ينفع. زي لما يكون واحد كده ساكن في الدور السادس أو السابع وأقول له والله من ناحية النظرية تقدر تنزل من الشباك وتقدر تنزل من الباب، ماشي؟ من الشباك ده النظري، لكن هو الواقعي والطبيعي من الباب، وده اللي حصل بالظبط. طب ليه نظريا ينفع الشريطين يبقوا كقالب؟ عشان كل شريط من الشريطين يتكون من نيكلوتيدات يمكن نسخها. طب ليه ما بيتمش بقى الا من احد الشريطين؟ لانه بيبدا من الشريط الذي يبدا بتتابع يطلق عليه اسم محفز. المحفز، والمحفز لا ينسخ على الار ان اي عشان الناس تبقى فاهمه. والمحفز هو مجرد تتابع بيوجه انزيم البلمره نحو الشريط الذي سيتم نسخ الار ان اي منه. بيحصل ارتباط بين المحفز وبين انزيم البلمره عشان يبتدي. لو مفيش محفز مفيش نسخ، يبقى كانه هو اسمه بيدل على معناه، يحفز انزيم البلمره على القيام بعمليه نسخ. اكيد بيحصل فيه تفاعل ما بين المحفز وما بين انزيم البلمره ينشط انزيم البلمره عشان يخليه يبني الشريط. وزي ما حضرتك اشرت، انزيم البلمره بيضيف نيكلوتيدات جديده نحو الطرف 3 شرط، ما اختلفناش سواء كان في التضاعف او في النسخ. فلو حبينا نقول للطلبه ما الفرق بين النسخ والتضاعف؟ تمام، ولما ندخل قدام شويه هنضيف كلمه الترجمه كمان. قدام شويه تمام. التضاعف والنسخ، التضاعف بيتم في كلا شريطي الدي ان اي، لا يتوقف عمليه التضاعف الا بعد انتهاء نسخ كلا الشريطين. انا ممكن اقول على التضاعف ان هو نسخ، لكن لا يصلح ان انا اقول على النسخ ان هو تضاعف. يبقى التضاعف بيتم بحيث ان لازم يتم نسخ كلا الشريطين، لا تقف عمليه التضاعف الا بعد تمام نسخ كلا الشريطين. لكن النسخ بينسخ من شريط واحد بس، بل قطعه كمان من هذا الشريط. يبقى انا خدت شريط واحد وحته او قطعه او جين من هذا الشريط اللي انا هعمل عليه النسخ. طيب نسمع الاول مين معاه من اسيوط؟ مين؟ الجهمي. الجان اسمه ايه؟ الجهمي. الجاني. الجهني. عندي ازيك يا استاذ حسن؟ قول ايه؟ ازيك يا استاذ حسن؟ ربنا يبارك فيك، ازيك انت اخبارك؟ الحمد لله تمام. تمام. قول لي ايه اللي انت مطلوب مننا نعمله في الاحياء لحضرتك؟ في سؤالين. السؤال الاول، في حالة وجود خلايا سيرتولي، في حالة وجود خلايا سيرتولي فقط في الأنيبيبات المنوية، بالخصية هل تظهر على الذكر علامات الذكورة؟ هي خلايا سيرتولي مش خلايا بينية. ايوه خلايا سيرتولي. انت بتضحك عليا يا بن عليك. هل تظهر على الذكر صفات علامات الذكورة؟ الذكورة. فسر إجابتك. في سؤال ثاني. السؤال الثاني، هل تتضح ظاهرة تعاقب الأجيال في النباتات الزهرية؟ علل لما تقول. ماشي يا ريس، أشكرك على سؤالك. السؤال الثاني سؤال جامعي وليس سؤال ثانوي، يعني مش بتاع المرحلة الثانوية، لكن انا هقولك بالشكل اللي تقدر تتقبله في منهجك. السؤال الاولاني بيقول في حالة وجود خلايا سيرتولي فقط، يعني مفيش خلايا بينية بقى، في الأنيبات المنوية، هل تظهر على الذكر صفات الذكورة؟ لا. أم لا؟ لا. طبعا لا. طبعا. ليه بقى؟ عايز التفسير. خلايا سيرتولي دي مسؤولة عن تغذية الحانات المنوية وليست مسؤولة عن إنتاج الهرمون الذكر التستوستيرون الذي يعمل على ظهور الصفات الجنسية الثانوية لخلو الخصية من الخلايا البينية. مسؤولية الخلايا البينية. سؤاله كان الثاني بيقول هل تتضح ظاهرة تعاقب الأجيال في النباتات الزهرية؟ طبعا هو كانت واضحة جدا في النباتات الصخرية السرخسية. عايز أقول للناس إن ظاهرة تعاقب الأجيال تبقى أكثر وضوحا عندما يصبح لكل جيل فترة عمرية واضحة وطريق التكاثر واضحة. أقول على ظاهرة تعاقب أجيال، تمام؟ لكن مع رقي الكائن الحي تبتدي ظاهرة تعاقب الأجيال تكون أقل وضوحا. فلو اعتبرت أن في النبات جزء منه بنسميه نبات جرثومي وهو الذي يتكاثر بالجراثيم
وهي التي استبدلت بقى بحبوب اللقاح خلاص ما بقاش عنده جراثيم. لدرجة ان احنا في جزء من دورة حياته استطلقنا عليها جراثيم صغيرة وكأننا بنرجعه للظاهرة الاولى. اذا المرحلة اللي بيكون فيها النبات هنا نبات جرثومي يتكاثر بالجراثيم اقدر استبدل كلمة بالجراثيم انه بيتكاثر بحبوب الايه؟ اللقاح. اللقاح. وبالتالي طالما تكاثر بحبوب اللقاح اصبح التكاثر تكاثرا جنسيا. الفترة اللي بيكون فيها بقى نبات مشيجي بتبقى قصيرة جدا ما بيتمش فيها التكاثر، عشان كده لا تتضح بشكل كامل ظاهرة تعاقب الأجيال علشان النبات الجرثومي بيطغى على النبات المشيجي. النبات الجرثومي بيطغى في حياته على النبات المشيجي اللي أنا بقول عليه. طبعًا هو النبات المشيجي هنا هو اللي خلاص بقى حتة حبوب اللقاح هنا تمثل نبات المشيجي. يعني لو أنا هفصله نبات جرثومي الأول اللي هو النبات الأولاني وبعدين يبتدي يعمل أمشاج أسميه نبات مشيجي. لما كان بيعمل جراثيم صغيرة كنت ممكن أسميه جرثومي، لكن لما ابتدى يكون حبوب لقاح ويكون بويضات وابتدى يتم التكاثر ما بينهم تكاثر جنسي كده أنا أقدر أسميه في المرحلة دي نبات مشيجي، لكن غير واضحة في النباتات الزهرية أو أقل وضوح. كمان كان في ناس بتقولك هل يعتبر في ظاهرة تعاقب أجيال في الإنسان؟ على اعتبار ان بيتبادل طورين اتنين نون واتنون، يبقى برضو في النباتات الزهرية لما يتبادل طور اتنين نون مع طور نون اقدر اقول ده في تعاقب اجيال. طب المرحلة في النباتات الزهرية اللي كان فيها اتنين نون اللي هي لغاية ما كانت خلايا جرثومية امية دي كانت اتنين نون، طب ولما بقت نون خلاص بقت النبات المشيجي، هنا التبادل اتنين نون مع نون ده ممكن انا اقول ظاهره تعاقب اجيال، لكن اقل وضوحا في النباتات الزهريه لان مفيش اجيال جديده ظهرت بالظبط كده، ده مجرد خلايا او مشيج. طيب خلاص ده كان السؤال بتاع الجهيني. ايوه مين معايا من اسيوط من اسكندريه؟ الو. ايوه اسمك؟ السلام عليكم، انا مامة احمد. اهلا وسهلا. وليت امر. انت بتذاكري معايا اكيد بقى؟ انا بذاكر معاه بس هو ليه سؤالين بس، هو بيتفرج على حضرتك بالليل بس يعني عشان طيب هو دلوقتي عنده كيمياء. حضرتك قولي لي السؤالين وانا هجاوبهم ويتفرج عليا في الاعاده ان شاء الله. اتفضلي. اذا سمحت هو امتحان 2018 اكتب المصطلح العلمي الدال عليه. ناقل عصبي يتواجد في الوصله العصبيه العضليه. ناقل عصبي يتواجد في الوصله العصبيه العضليه. الناقل العصبي ده هو الاسيتايل كولين، حضرتك ممكن تكتبيها عندك. اه الاسيتايل كولين. اتفضلي السؤال الثاني. جدا. والسؤال الثاني حضرتك، ماذا يحدث عند اختفاء انزيمات اللولب في من الخليه الحيه؟ اختفاء انزيمات اللولب من الخليه الحيه. لما تختفي انزيمات اللولب من الخليه الحيه لن يتم تضاعف الدي ان ايه، يبقى اول حاجه هتتوقف مش هيتم تضاعف الدي ان ايه، يترتب على ذلك عدم انقسام الخليه، يترتب على ذلك توقف عمليتي النمو وتعويض الانسجه التالفه او المفقوده. يبقى لو ما عنديش انزيم لولب يبقى مش هيتكون في الخليه تضاعف. طيب لو قال لي اللولب انتوا عارفين ان هو بيشتغل في التضاعف بيشتغل ايضا في النسخ، لكن انا هكتفي بس بالجزء الاجابه ديت اللي كان متعلق بعمليه التضاعف. اشكرك على اتصالك بينا وحرصك على مصلحة احمد وربنا يوفقه ان شاء الله. استاذة امل خلاص انت حضرتك قلتي انه المحفز هيوجه انزيم نحو القالب اللي هيبتدي ينسخ منه ويبتدي يضيف النيكلوجيدات ويتنسخ، وقارنت لنا بشكل مبسط الفرق ما بين النسخ وما بين التضاعف. ان النسخ بيتم في جزء من الدي ان ايه يمثل الجين، بينما التضاعف بيتم بطول جزيء الدي ان ايه. ان النسخ بيتم في احد شريطي الدي ان ايه، يعني احد شريطي الدي ان ايه يستخدم كقالب عند موقع هذا الجين، بينما في التضاعف بيعمل كل شريط كقالب لبناء شريط اخر بناء شريط مكمل. جديد يتكامل معه، عشان كده النسخ يختلف عن التضاعف. طيب حضرتك كنت اشرتي بكلمه اخرى في نسخ وفي كلمة تانية اسمها الترجمة، كنت حضرتك تقصدي بإيه كلمة ترجمة؟ أقصد ترجمة إن المفروض إن أنا بنسخ الـ mRNA عشان هيخرج إلى السيتوبلازم من خلال ثقوب الغشاء النووي ليتم ترجمته للبروتين المقابل. كلمة ترجمة لما أجيب لك عبارة أقول لك ترجمها لي، ما أنت بتغيرها من لغة
للغة. أنا هنا بعمل ترجمة هغيرها من لغة النيوكليوتيدات إلى لغة الأحماض الأمينية. فأنا ترجمت الشفرة الوراثية دي، ترجمت الشفرة، ترجمت الكودونات إلى أحماض أمينية. يبقى أنا غيرت أو عملت له ترجمة من وضعه كقواعد نيتروجينية إلى أحماض أمينية. دي المقصود بالترجمة. معايا حسين من المنوفية. حسين إزاي؟ الله يسلمك. كمان ايه اخبارك؟ اهلا يا حسين. تمام والله. ايه الاسئله؟ عندي سؤالين. اتفضل. ماذا يحدث غياب النيوسيلا من بويضه ظهر نبات الفول؟ لو غابت النيوسيلا من بويضه نبات الفول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، اعد كتابه العباره بعد تصويت ما تحتوي خط. طيب اول ثواني بس. حسين حسين اسمعني، انا هجاوب لك على السؤال دوت، بس مفيش في امتحان ثانويه عامه سؤال صوب ما تحت خط، يعني النمط ده من الاسئله مش هيجي لك، لكن انت ضرب نفسك زي ما انت عايز. اتفضل. هو حضرتك السؤال ده في نماذج الوزاره بتاعت السنه اللي فاتت؟ حتى لو كان في النماذج، مفيش حاجه اسمها صوب ما تحت خط في امتحان الثانويه العامه بدءا من العام الماضي. اتفضل يا فندم. اول تتابع على شريط الدي ان ايه؟ اول تتابع على شريط دي ان ايه؟ ويلي المحفز مباشره. ويلي المحفز مباشره. هو هو السي سي اي وخط تحت سي سي اي وحط تحتيه خط. اشكرك يا حسين. في اي تساؤل تاني؟ لا شكرا. اشكرك اشكرك، ربنا يبارك. حسين كان ليه سؤالين، والسؤال الاولاني ماذا يحدث لو غابت النيوسيلا من نبات الفول؟ لو مفيش نيوسيلا في بويضه نبات الفول، طبعا النيوسيلا دي كان فيها غذاء مدخر بتستهلكه البويضه اثناء انقساماتها او بتعتمد عليه في انقساماتها وهي بتكون الكيس الجنيني. عدم وجود النيوسيلا هيؤدي ان ده غذاء مدخر او غذاء مش موجود، فبالتالي اكيد هياثر عليها في انقساماتها وتكوين الكيس الجنيني. بالظبط كده. غياب الغذاء المدخر قد يؤثر على عمليه نضج البويضه. تمام. السؤال الثاني، صوب ما تحته خط والخط تحت السي سي اي. غلط طبعا. اول تتابع مع شريط الدي ان اي ويلي المحفز مباشره سي سي اي. غلط. الاجابه صح تي اي سي. وليه تي اي سي يا استاذ امل؟ لان حالا لما نيجي نتكلم عن الام ار ان اي هتعرف ان التتابع او اول تتابع هو كودون الميسونين وكودون البدء وهو اسمه اي يو جي. لما تجيب الاي يو جي وترجعه تاني دي ان اي هتلاقيني ان انا خدته او نسخته من تي اي سي. التي هتبقى الاي والاي هتبقى اليو والسي هتبقى الجي عشان يكون لي اول تتابع في الام ار ان اي او الكودون وهو كودون البدء او كودون حمض الميسونين. نرجع تاني برضو للام ار ان اي، لما انفصل الشريطين عن بعضهما ويعمل احد الشريطين كقالب، ومن الشروط ان يكون القالب ده يبدا بالمحفز، وزي ما حسين قال من شويه ولازم طبعا يعني المحفز اول تتابع من ثلاث نيوكليوتيدات وزي ما حضرتك اشرت بالتي اي سي عشان يتم نسخ المقابل له هو اي يو جي. طيب نكمل مع شيماء بعد ما صلح التليفون. شيماء ازاي؟ ازيك يا مستر؟ ربنا يخليك. ايوه كده صوتك تمام اهو. ماشي قولي. اكمل نفس السؤال عندما يهاجم؟ نكمل بقى نفس السؤال بتاع شيماء. ماشي. عندما يهاجم الجسم ميكروب فان الاستجابه المناعيه الاكثر قبولا والتي تحدث بكل الميكروب هي ماشي. قولي بقى البدائل. قيام الخلايا البائية بانتاج الانتيجينات. قيام الخلايا البائية. الخلايا الانشائية البائية اسف. قيام الخلايا البائية بإنتاج الأنتيجينات. بإنتاج الأنتيجينات. ماشي. اتنين، تنشط الخلايا التائية للقضاء على الميكروب. تنشط الخلايا التائية للقضاء على الميكروب. تتعرف الخلايا البائية على الميكروب. تتعرف الخلايا البائية على الميكروب. والاتصال به. والاتصال به. ايوه شيماء. قيام الخلايا الصارية بإفراز مادة الهستامين. قيام الخلايا الصارية بإفراز مادة الهستامين. بإفراز مادة الهستامين. بص يا شيماء خليكي معايا برضو، انت قلتي عندما يهاجم الجسم ميكروب فان الاستجابه المناعيه الاكثر قبولا، وده معناه ان كل اللي حصل ده ممكن يبقى فيه حاجات سليمه وفي حاجات اكيد غلط. اللي بتحدث عند دخول الميكروب
واضح انه احنا اكتسنا خط الدفاع الاول خلاص وبقينا في خط الدفاع الثاني، لان انت ما حددتيش دخلتي لغايه فين، هل دخلتي لغايه الانسجه ولا وصلتي لغايه الدم؟ من خلال كلامك في السؤال لا انت ما وصلتيش للدم، انت وصلتي لغايه الانسجه، يعني انت ما زلتي بتواجهي خط الدفاع الثاني، وبالتالي تبقى الاكثر قبولا قيام الخلايا الساريه بافراز ماده الهستامين. خلي بالك خلي بالك ان لما الميكروب بيدخل بيدخل على مراحل، وهو بره على سطح الجلد في خط دفاع اول يمنعه، فاذا فشل خط الدفاع الاول واخترق الجسم، اخترق مين؟ وصل للانسجه، لان اللي بعد الجلد الانسجه، طول ما هو في الانسجه هو بيواجه خط الدفاع الثاني، اذا فشلت الانسجه فانتقال الميكروب في الحاله الثالثه هيبقى في الدم، لما الدم نبتدي بقى مع البقيه ومع الايه؟ ومع التائيه. ماشي كده فهمتيني يا شيماء؟ ايوه. قولي لي ايه عندك اسئله تاني؟ عندي سؤال. طب سؤال كمان. مرض الايدز. ايه؟ مرض الايدز. مرض الايدز يسببه فيروس. يسببه فيروس HIV بشكل رئيسي. يصيب بشكل رئيسي الخلايا التائية. الخلايا التائية H اللي هي المساعدة. ويتكاثر بداخلها ويحطمها. ويتكاثر بداخلها ويحطمها. ويحطمها. وضح تأثير ذلك. وضح تأثير ذلك على وسائل المناعة المكتسبة في الجسم. وسائل المناعة المكتسبة في الجسم. أشكرك يا شيماء. لا عندي سؤال ثاني. نعم؟ مصطلح ده آخر سؤال. ها؟ حاضر. قول يا شيماء مصطلح. نوع من العضلات. نوع من الطفرات. العضلات. نوع من العضلات معلش. مثبت بالعظام. مثبت بالعظام. المختلفة. المختلفة. للهيكل العظمي. بالهيكل العظمي. أشكرك أشكرك يا شيماء على تواجدك واتصالك بينا. استاذ عماد، مرض الايدز بيسببه فيروس كلنا عارفينه اللي هو الاتش اي في، وبيصيب بشكل رئيسي الخلايا تي اتش. لما تتحطم التي اتش ده ممكن ياثر على اي نوع من انواع الاستجابات اللي موجوده في الجسم؟ طبعا على خط الدفاع الثالث هتتوقف اليتي المناعه سواء كانت بالاكسون المضاد او لان التي اتش هو دوره هو اللي هنا هو اللي بينشط اليتي الدفاع. بالزبط. المصطلح اللي كانت بتساله نوع من العضلات طالما مثبت بالعظام نسميه ايه؟ هيكليه. عضلات هيكليه. الهيكليه بالظبط كده. نرجع تاني بقى لايه؟ للام ار ان ايه. يتناسخ الام ار ان ايه، وزي ما استاذه امال قالت اول موقع عليه اسمه اي يو جي وسميناه كودون البدء، وهو شفره لحمض امين يسمى الميثيونين. يسبق الام ار ان ايه موقع ارتباطه بالريبوسوم، ويبتدي ينسخ التتابعات مع الاخذ في الاعتبار ان لما يلاقي قاعده اجينين على دي ان ايه ما بيحطش سينين على يحط يوراسيل، بيحط مكانها اليوراسيل. فحضرتك ممكن تعمل لنا نموذج لجزيء شريط دي ان ايه عليه اي تتابع من النيوكليوتيدات، خلاص واخد الشريط ده اعمله كقالب واحط عليه التتابعات. اللي هنرسمه دلوقتي هو الام ار ان اي بادئ بتتابع محفوظ وينتهي بتتابع محفوظ. طبعا ده الاول برسم موقع الارتباط بالريبوسوم، لان يعني زي ما حضرتك اشرت هيبدا يتصل به الريبوسوم عشان يبدا يحصل وجود الريبوسوم في المكان ده بحيث ان تصبح القواعد لاعلى، وده بيكون الوضع الطبيعي او الصحيح للترجمه. اول كودون بيقابلنا اللي هو الاي يو جي، ده اللي هنقول عليه بيمثل كودون البدء، وكودون البدء هو نفسه شفره لحمض اميني هو الميثيونين. مفروض ان في عندي تتابعات بعد كده من الكودونات، لكن لازم انهي بواحد من كودونات الوقف، يا اما يو اي اي مثلا هقول على ده كودون الوقف، ممكن يكون اليو اي اي، ممكن يكون اليو اي جي، ممكن يكون اليو جي اي، اي تتابع منهم لازم يكون موجود معايا. وفي النهايه هيكون عندي ذيل عديد الادينين
ده عبارة عن 200 قاعدة من الأدينوزين، طبعا لا تعد شفرات أو لا تعد كودونات. يبقى الام ار ان ايه بيتكون من موقع الارتباط بالريبوسوم، ده في البداية ده اللي بيوجه الريبوسوم هيرتبط بيه عشان يتصل بيه شريط الام ار ان ايه ليتم الترجمة. لازم يكون عند كودون البدء، وهو نفسه بيعمل بشغلتين، شفرة حمض أميني الميسونين، تتابع بعد كده من الكودونات، ولازم أنهي بكودون الوقف، ثم في النهاية زي العديد الأدينين. عادة بيبقى في سؤال، ماذا يحدث في حالة غياب اي او جي من بداية الام ار ان اي لو ما عنديش اي او جي؟ لن يتم عملية الترجمة طبعا، لان ما فيش عندي كودون بدء، مش هبدأ. تتم عملية الترجمة اكيد طبعا في السيتوبلازم. بالظبط. طيب النسخ والترجمة في اوليات النواة، هل في فرق بينهم بين النسخ والترجمة في حقيقيات النواة؟ اكيد في اوليات النواه طبعا، انا في الاوليات زي شريشة كولاي او اي نوع من انواع البكتيريا، انا عندي انزيم بالمره واحد ينسخ جميع انواع الار ان اي، بينما في الحقيقيات الكائنات الاكسروقي انا عندي ثلاث انواع من انزيمات البرمره لثلاث انواع الار ان اي، يعني في انزيم بلمره الام ار ان اي، في بلمره التي ار ان اي، في بلمره الار ار ان اي. ادي اول اختلاف. ثاني اختلاف، في اوليات النواه بيبدا ترجمته للبروتين المقابل بينما طرف الاخر ما زال في مرحله البناء. يعني ايه العباره دي؟ يعني اوليات النواه اساسا هي ما عندهاش نواه، الدي ان اي بتاعها واحنا درسناها موجود في السيتوبلازم، وبالتالي الادوات المطلوبه عشان اخلق البروتين متوفره حواليا، يعني الاحماض الامنيه موجوده لانها بتسبح في السيتوبلازم. فمجرد ظهور الطرف خمسة وظهور كودون البدء يبدا الريبوسوم يتصل بيه ويبدا يترجمه للبروتين مقابل، مع ان الطرف الاخر لسه ما زال في مرحله البناء. لكن اكيد ده ما ينفعش في الحقيقيات. ليه؟ لان الترجمه او اسفه النسخ بيتم داخل النواه، ولكن الترجمه لازم تتم في السيتوبلازم. اي بروتين ايا كان نوعه لازم يتم بناؤه في السيتوبلازم، ومن هنا هنلاقي ان لا يتتم الترجمه الا بعد تمام نسخ الام ار ان اي ثم خروجه من ثقوب الغشاء النووي للسيتوبلازم ليتم ترجمته للبروتين المقابل. طب ليه؟ لان احنا لسه قايلين ان الاحماض الامنيه مكانها فين؟ مكانها بتسبح في السيتوبلازم، يبقى لازم يتم نسخه ثم يخرج بعد كده عشان يتم ترجمته الى البروتين المقابل. ودي المقارنه بين الاوليات وبين الحقيقيات. ايضا الام ار ان اي لما بيبتدي يتنسخ وبيخرج الى السيتوبلازم اكيد في انزيم في السيتوبلازم بيعمل على تحليل الار ان اي، كيف يحمي نفسه؟ بوجود زي العديد الادينين، ده وظيفته ان هو بيحمي الام ار ان اي من التحلل بفعل انزيمات السيتوبلازم. ده عشان الحمايه. يعني معنى ذلك ان في انزيم موجود في السيتوبلازم بيحلل الار ان اي، وإذا كان إنزيم اللي بيحلل دي إن إيه كنتوا أنتوا عارفينه باسم ديوكسي رايبو نيوكليز، فإن الإنزيم اللي بيحلل آر إن إيه أكيد هيبقى اسمه رايبو نيوكليز. وعلشان الآر إن إيه يحمي نفسه بيضيف حوالي 200 قاعدة من الأجينين في نهاية الإم آر إن إيه للتخفي وعدم التحلل بإنزيمات السيتوبلازم. للأسف الحلقة كانت سريعة جدا و مشاركتكم كانت جميلة، بنشكر أستاذة أمل منير على التواجد الدائم معنا، بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.